في هذه الأثناء ننتقل إلى مراسلتنا رماح مفيد. رماح أهلا وسهلا بك، أين أنت وما هو جديدك؟ نعم مريم، نحن حاولنا أن نستمر مع التظاهرة التي انطلقت من مدينة تل أبيب، تقودها شيكما بريسلر، بروفيسور شيكما بريسلر، والتي دعت إلى هذه المسيرة الاحتجاجية مساء الثلاثاء. انطلقت من كابلان المسيرة، مرت عبر عدة محطات، وكان الهدف هو إعلاء صوت الانتقاد وطرق باب جديد من الاحتجاج، باب يجلب المزيد من وسائل التواصل الاجتماعية، من وسائل التواصل أيضا أو وسائل الإعلام الدولية لتتابع قوة وصلابة الاحتجاج ضد الانقلاب القضائي هنا في إسرائيل تحديدا. أن هذه المسيرة مريم التي انطلقت من كابلان الآن تشق طريقها من هنا، وهي تريد أن تصل إلى كيبوتس نحشون تستريح الليلة، ومن ثم صباح الغد تستمر في المسيرة لتصل فيما بعد إلى الكنيسة وترفع احتجاجها. تأتي مسيرتها بالتزامن مع قيام لجنة القانون والدستور بقيادة وبرئاسة سمحة روتمان بتمرير القانون بأغلبية 9 أصوات مقابل 7 مؤيدين مقابل 7 معارضين، وهو المرحلة الأولى التي يجب أن يمر بها قانون فقرة التغلب، إلغاء فقرة التغلب داخل لجنة الدستور تم المصادقة عليه، ومن المفترض أن تستمر المداولات داخل الكنيسة يوم الأحد، ومن المتوقع أن يتم التصويت على هذا القانون ليصبح نافذ بالتالي يوم الاثنين، هذا المتوقع طبعا سيكون في ساعات متأخرة من الليل. هذا ما يحدث مريم تحديدا بكل ما يتعلق بهذه المسيرة، ولكن هل الاحتجاجات ستتوقف؟ عفوا، بالطبع لا. كلمة المؤتمر الصحفي الذي جاء به بنيامين نتنياهو، وكان هناك في الكواليس الكثير من الحيرة، هل يقوم بإجرائه أم لا، جاء للرد على مقترح بيني غانتس وزير الأمن السابق، وهو فعليا من بات يقود المعارضة بعد ارتفاع شعبيته أمام يائير لابيد، والذي قال دعونا نعود إلى طاولة المفاوضات. الآن المؤتمر الصحفي بمجمله مرام جاء لهدف واحد، ليهدئ من روع اليمينيين المؤيدين للانقلاب، وجاء ليصدر صورة للمجتمع الدولي، ولكن بشكل فعلي هل قال بأنه سوف سيؤجل المداولات، هل سيؤخرها، هل سيقوم بوضع تسهيلات؟ لا، بنيامين نتنياهو دافع عن الخطة القضائية، دافع وانتقد يائير لابيد في تصريحات سابقة، انتقد بيني غانتس، انتقد المحتجين، وقال سنتابع معك بالتأكيد هذه الأمور. إذن بالتأكيد آخر التطورات الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك على كل ما وفيتنا به لهذا المساء. شكرا لك رماح مفيد مراسلتنا، كنت معنا من تل أبيب. شكرا لك.